أدب والسؤال هو شاعر عامية مصري راحل صاحب ديوان كلام على سفر، فمن هو؟ كلام على سفر لمين؟ فات 8 ثواني وفاضل 8 ثواني. شهد أحمد فؤاد نجم. أحمد فؤاد نجم إجابة صحيحة. الجواب أحمد فؤاد نجم. برافو عليك يا شهد، كده النتيجة 20 اللغات الرسمية الجديدة بدمياط، 10 عمر بن الخطاب الحوامدية.